من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن إعادة استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصلاة الخارجية بالمطار يعد خبرا سعيدا ومفرحا لجميع أبناء حضرموت. وأشار المحافظ إلى أن الإغلاق كان لدواع أمنية خارجة عن الإرادة، وأضاف أن الصلاة الخارجية بالمطار أنشئت بمواصفات عالية زودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تعرضت للنهب من قبل عناصر تنظيم القاعدة أبان سيطرتهم على المكلا، حيث تم تجهيز كافة الأعمال الإنشائية والفنية وتدريب الكادر الأمني المشغل للمطار على الأجهزة الأمنية الجديدة المتخصصة بالرقابة والتفتيش والفحص الإلكتروني للمسافرين من قبل الأشقاء في دولة الإمارات. وقالت مصادر محلية أنه من المقرر أن يستقبل المطار أول رحلة مدنية قادمة من القاهرة إلى المكلا في 27 نوفمبر الجاري.